الالدهايد والكيتونز، الالدهايد والكيتون الاثنين عندهم كربونايل جروب. الفرق ما بين الالدهايد والكيتون ان الكيتون الكربونايل جروب بتتصل باثنين كربون اتومز من التو سايدز بكربون اتومز، يبقى الكربونايل جروب بتتصل او بتقع ما بين اثنين كربون اتومز. اما الالدهايد الكربونايل جروب بتتصل بكربون اتوم وبالسايد الثاني بهيدروجين اتوم. طبعا اكسبت الفورمالدهايد، الفورمالدهايد ده ان الكربونايل جروب بتتوسط التو هيدروجين اتوم او بتتصل باثنين هيدروجين اتوم. ده الفرق ما بين الالدهايد والكيتونز. طيب الكربونايل جروب دي بتعتبر السنترال ستراكشر فيتشرز للالدهايد والكيتونز والكربوكسيليك اسيدز والفانكشن ديريفاتيفز بتاعتها والفانكشنال ديريفاتيفز بتاعتها. عشان كده هي موست امبورتنت فانكشن جروب في الاورجانيك كيمستري. ولازم نكون عارفين ان ده شكل الالدهايد، لما عينا تقع عليه هنبص على الكربونايل هنشوف هي بتتصل بايه، كربون وهيدروجين يبقى الدهايد، تو كربون اتومز يبقى كيتونز. طبعا يا اما الكربون ديت بتبقى في شكل الاروماتيك رينجز يبقى دي اروماتيك الدهايدز، يا اما في شكل الفاتيك، يا اما الفاتيك تشينز يبقى دي اسمها الفاتيك الدهايدز او اللي هي الالدهايدز العاديه. طيب الاثنين الكيتونز يا اما بالكربون بتبقى تو رينج ستراكشرز او تو اروماتيك رينجز يبقى ده اروماتيك كيتون، واروماتيك وبالكربون الثاني في صوره الفاتيك يبقى بنسميها ارا الكايل كيتونز، واللي اما الاثنين اللي هو الداي ارايل كيتونز. يبقى دي لازم نكون عارفين الاشكال دي كلها من الالدهيدات والكيتونات ومشتقاتها واشكالها وانواعها وازاي نقدر نفرق ما بينهم دي في البدايه. طريقه التسميه هتعتمد على ان احنا هنشتغل على السافكس اللي عليه الكربون اتومز اللي خدوا الكربون اتومز التشين بتاع الكربون اتومز، ونغير الليترز الاخير بالسافكس ال، يبقى الكين تبقى الكينال، ومش محتاجين ان احنا نحط البوزيشن لانه يوجوال في حاله الالدهايد بتيجي مجموعه او الالدهايد جروب في نهايه التشين بتاع الكربون اتومز. عندنا امثله للالدهايد اللي هو كربون واحد اللي هو ميثين تبقى ميثينال، او ايثين تبقى ايثينال. في اذر اكزامبلز كتير ممكن تجربوا بقى فيها وانتوا قاعدين وتشوفوا الاجابه بتاعتكم وتقارنوها بالاجابه اللي موجوده في السلايدز. هناخد مثال صغير كده، ادي اربع ذرات كربون اتومز ديت اللونجست كونتينوس كاربون تشين والالدهايد في الطرف، وهنبتدي التركيب من عندها، ويبقى دول 4 كربون اتومز، يبقى مش محتاجين نحط اي نمبرز، وبالتالي هيبقى بيوتينال زي ما احنا اتفقنا. في طبعا هنا هيبقى في برانش في البوزيشن رقم 3 يبقى 3 هايفن ميثايل بيوتينال، وهنا برضو 2 و2 2.2 داي ميثايل بروبينال اند سو اون. يبقى اذا دي امثله للتجربه وانك تتذكر بس طريقه التسميه بتاعت الالدهايدز بوجود البرانشز او وجود الدبل او التريبل او مجموعات وظيفيه اخرى. بنقول برضو بعض الملحوظات الهامه ان الالدهايدز اللي هي السي اتش او جروب بتتصل اتصال مباشر بالرينج، دي بندي لها السافكس كاربالدهايد. وبالتالي على سبيل المثال لو البنزين حركه البنزين رينج فيها السي اتش او، دي المفروض اسمها بنزين المفروض كاربالدهايد، بس الموست كومنلي وان هو فريكونتلي يوزد هي اللي هتبقى بنسميها بنزالدهايد، ده الكومن نيم بتاعها. طيب ده برضو نفس الكلام، ده اسمه نافثالين ويبقى المفروض نافثالين كاربالدهايد لان هو في البوزيشن ده رقم 2، طبعا التركيب بتاعها 1 2 فده رقم 2، لازم يتم التركيب من الكربونه الاولى دي، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، ولكن دي كربونه البوزيشن رقم 2 في كاربالدهايد يبقى بنسميها 2 هايفن نافثالين كاربالدهايد. هنا سايكلو هيكسين كاربالدهايد، هنا البنزين كومن كده اللي هو البنزالدهايد. طيب الاتوم اوف ذا رينج to which the aldehyde group is attached is number 1. نفترضنا ان ده سايكلوهيكسين فاضي اهو، كربونه CHO موجوده هنا،
وفي اتنين ميثايل جروب في البوزيشن رقم اتنين. يبقى هتتم الترقيم منين؟ من عند الالدهايد جروب، تاخد النمبر 1 وهنا رقم 2، يبقى 2.2 دايميثايل سايكل هيكسين كاربالدهايد. يبقى نفس الكلام برضو من الناحيه الثانيه، ادي 1 2 3 4، يبقى رقم 2 ده اللي هو 2 بيوتين، كان المفروض السفكس ايين، هنشيل الليتر اي ونحط الال، يبقى 2 بيوتينال، وده اللي هو كومنلي اسمه كروتانالدهايد. 1 2 3 دي امثله كتيره اهيت، 2 السايكلوبنتين كاربالدهايد، لان الكاربالدهايد بره الرينج خالص. نفس الكلام دي الباي سايكل اللي احنا خدناها، باي سايكل 440 ديكين، بس في البوزيشن رقم كام؟ دي رقم 1، انا اعتقد ان دي مكتوب خطا، دي رقم 1 مش رقم 2، ولو حطيناها هنا تبقى سي، تشوف الرقم 2 يبقى احسن، يبقى 2 كاربالدهايد. اوكي ماشي، نصلحها عندنا في السلايد وفي الكتاب. هنيجي نتكلم على الكيتونز، طريقه تسميه الكيتونز. نمد طبعا ان احنا هنغير الليتر اي في حاله الكيتون بالسافكس اون، وبالتالي التشين هتترقم بحيث تدي للكربونايل اتوم، للكربونايل كربون اتوم لوور بوسيبل نمبر. يبقى انا هدي للكربونايل كربون اتوم اللور بوسيبل نمبر، والديس نمبر هستخدمه عشان احدد البوزيشن بتاعه. وبالتالي لو انا رقمت من هنا اطول سلسله ولونجست كونتينوس 1 2 3 4، يبقى هنا من السايد هنا 1 2، يبقى الكربوني هنا رقم 2، برده هنا في 2 ناقصه، يبقى 2 بيوتين اون. طيب هنا 5، بس هنرقم من السايد الثاني عشان الكربونايل الكربون اتوم هتاخد لوور بوسيبل نمبر، يبقى دي 1 2، يبقى 2 بنتين نون. اوكي هنا عشان في دبل بوند وكربونايل جروب، الاولويه عاده للكربونايل جروب، وبالتالي لازم نعرف دلوقتي الاولويات في الترقيم في حاله وجود اكتر من مجموعه وظيفيه، دبل وكربونايل، يبقى كربونايل، يبقى ادي رقم 2، يبقى 2 من السايد ده، يبقى ده بنتين 1 2 3 4، وكربون رقم 4 فيها الدبل بوند، يبقى بين 4 ان، ونشيل الليتر اي ونحط 2 اون، يبقى بنتين 2 اون. طيب في امثله كتيره قدامكم برضو هتجربوا فيها، لكن في طريقه كومنلي كده ان احنا بنجيب اللي على اليمين والشمال الكربونيل جروب، على سبيل المثال دي هنا ايثايل وهنا ميثايل، يبقى اسمها ايثايل ميثايل، ونقوم قايلين كلمه كيتو. نفس الكلام هنا في بروبايل وفي ميثايل، يبقى ميثايل بروبايل كيتو. هنا برضو نفس الكلام، الكومن نيم اللي دي للفانكشن جروب دي او المجموعه الوظيفيه اسمها الايل، الايل ميثايل كيتون. دي برضو طريقه لتسميه الكيتون بالكومن نيم. برضو زي ما احنا بنشرح اهوت، ان عاده الالكايل كيتونز او اللي هي اللي احنا بنقول عليه ايثايل ميثايل كيتون، احنا شرحناها دي طريقه وين الكربونيل جروب از ديمد از، يعني لو احنا جينا الكربونيل جروب جت في بدايه التسميه في المقطع الاول من الكلمه، البريفكس بتاعتها السي اتش او اللي هو هيسميه ميثين، يبقى ميثين وايل او فورمايل. يعني لو لقينا دي السي اتش او عايزين نجيبها في مجموعه وظيفيه اخرى ونجيبها في بدايه الكلام، يا اما هنسميها فورمايل يا اما هنسميها ميثين وايل. طب نفس الكلام، طب الكيتون هيبقى ايثين وايل او اسيتايل، واليوجوال اللي هي الالكينوايل او الاسايل جروب. يبقى على سبيل المثال على طول عشان نطبق، ادي حلقه بنزين فيها كربوكسيليك والدهايد، ويوجوال الاولويه للكربوكسيليك، فهيعتبر ان ده اسمه بنزويك، فانا عايز اقول ان في بوزيشن رقم 2 في ايه؟ في فورمايل او اورثو فورمايل او ميثانوايل. نفس الكلام ايثانوايل او اسيتايل، بيبقى اسيتايل بنزين سلفونيك اسيد زي ما انتم شايفين. دي امثله عشان تتعرفوا ازاي لو المجموعه السي اتش او هنا جت ك في المقطع الاول ازاي نقولها، وفي اللونجست كونتينوس كاربون تشين هتبقى ليها السافكس او التسميه بطريقه ان انا بغير الليتر الاخير في السافكس اللي تدل على عدد ذرات الكربون بالمجموعه الوظيفيه بتاعته بالمقطع ال او اون، على حسب اذا كان هو الدهايد او كيتون. كل دي برضو من نوع من الامثله اللي ممكن لازم قبل ما نخش جوه عشان تبدا تفرق ما بين المركبات وبعضها وما تتلخبطش، ان ده اسيتون وده الاسيتوفينون، ده كومنين، ده اسمه بنزوفينون، وده اسمه سينمالدهايدز، وده اسمه ساليسالدهايدز، ودي الحاجات دي هتقابلها جوه، ولابد انها تحفظها وتقابلها في العملي، والحاجات دي لازم تكون عارفها كويس قوي، لانك هتقضي بقيه
السنين تتعامل مع المركبات دي في صورة أو أخرى. فمن النصيحة إنك تعرفها كويس وتحفظها بالكومن نيم والأسماء الشائعة بتاعتها، لأنك هتستخدمها في أو في أوقات كتيرة أو في أجزاء كتيرة من مناهج الكيمياء. طرق التحضير، وعشان نبدأ لطرق التحضير زي ما متعودين في الأجزاء اللي قبل كده، في طرق تحضير الألدهايد، وتبدأ تتكلم كمان على الكيتونز وتبدأ تشوف الرياكشنز بتاعتهم. أول طريقة اللي هو الأكسيديشن لأي برايمري أو سكندري الكحول. برايمري الكحول ممكن إن أنا أكسد الألدهايد اللي بيديني البرايمري الكحول بيديني ألدهايد، والألدهايد ممكن يكمل يدي أسيد. كلنا عارفين الكلام ده، يعني الميثانول كان بيدي فورمالدهايد فورميك، والإيثانول بيدي أسيتالدهايد أسيتيك، بس أنا عايز ألدهايد في الحالة دي. طب عشان اوقف عمليه الاكسده للالدهايد بستخدم البريدينيوم كلورو كروميت اللي هو بنسميه بي سي سي ماست، ده الاختصار بتاعه ماست بي يوز، عشان اوقف عمليه الاكسديشن عند مرحله الالدهايد. وعشان كده طبعا، والكلورو الدايكلوروميثين سوري الدايكلوروميثين اللي قدامنا ده هو ده المذيب العضوي او الاورجانيك سولفنت المستخدم عشان يدوب اي ماده عضويه، وبحط عليه البريدينيوم كلورو كروميت اللي عشان يدي بس الالدهايد. يبقى ده مهم جدا انك تعرف الريجنت، عشان لو انا جبت لك معادله زي دي لازم تبقى عارف ان انا عشان احصل على الالدهايد لازم استخدم ده. وبرده مهما كان شكل الكحول، حتى لو شكله كبير، انت مش هتبص غير للمجموعه الوظيفيه اللي انت شغال عليها وتحولها ازاي لمجموعه الدهايد. اوكي، دي النقطه المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. مثال اخر، ان السكندري الكحول ممكن تستخدم البوتاسيوم دايكروميت، وطبعا في وجود سلفوريك اسيد، او ده بيدي اكسديشن برضو ويدي كيتونز. وبالتالي معروف ان السكندري الكحول بالاكسده يدي كيتونز، وممكن استخدم الريجنتس ده لتحويل السكندري الكحول للكيتونز. لكن عشان احول البرايمري الكحول وما يدينيش اسيد، هستخدم اللي هو البيريدينيوم كلور كروميت. يبقى لازم البي سي سي مهم قوي لو في حاله وجود اي الدهايد، لكن في السكندري الكحول ممكن استخدم ده. طيب الاكسديشن بتاع الالكين ده برضو مهم، ان انا احول الاول الالكين لدايول، عشان كده بنسميها بكسر الكربون كربون دبل بوند، وببدا احصل ثرو. طبعا ده ممكن يكون باستخدام الرياكشنز اللي انت درسته قبل كده في حاله وانت بتدرس الالكين، او ان انا اكسده احول الالكين للجلايكول باستخدام البوتاسيوم برمنجانيت ان بيزك ميديا او الاوزميوم اكسايدز. وده بيحصل سن هيدروكسيليشنز، يعني بيدخل، يعني ايه سن هيدروكسيليشن؟ يعني بيدخل الاثنين هيدروكسي جروب من اتجاه واحد، عشان كده بيبقوا في نفس الاتجاه. وانت درست لما يبقى فيه سيز وترانس، فليه لازم الريجنت ده بيدخل الاثنين هيدروكسيل جروب بحيث ان هما يكونوا في نفس السايدز. وبعد كده بستخدم اللي هو اللي بنسميها البير ايوديك او الليد تترا اسيتيت، اللي بيعمل كسر للرابطه دي ويحولها للاثنين لالدهايد. طبعا ممكن استخدم دايركت الاوزون وتبقى في الاوزونوليسيس بروسيس اللي انت خدتها، او باستخدام البوتاسيوم برمنجانيت في بيزك ميديوم او الاوزميوم عشان اجيب الدايول اللي انت شايفينه. ولو انا عايز اجيب الاثنين هيدروكسيل مش في نفس السايدز واعمل انتي هيدروكسيليشن، بستخدم البير اسيدز في الاسيديك ميديوم. وفي الحاله دي باجي في الاخر برضه استخدم البير ايوديك والليد اسيتيت عشان اقدر احول الجلايكول او الدايول ده للالدهايد. علشان اكمل بعد كده، عندنا طريقه اللي هو نعمل ريدكشن للكربونايل جروب اللي عندي، ريزن ريدكشنز، وده بيبقى كاتاليتيك ريدكشن للاسيد كلورايد بالبلاديوم كاتاليست في وجود الباريوم سلفيت. ايه الفكره كلها؟ ان هو بيحول الاسيد او الكربونايل اللي هو الاسيد هالايد اللي انتم شايفينه، الكربونايل ده هو اللي موجوده في اسيد في شكل الاسيد ديريفاتيف اسيد هالايد از اسيد هالايد، بيحوله ل بيشيل الكلور ده اللي انت شايفه قدامك ويحط الهيدروجين، وده بنسميه
aliphatic او aromatic aromatic aldehydes الاثنين ممكن يكون الناتج على حسب الكربون اتوم المتصله بالكربونايل او الاسيد او بنسميها الاسيد هالايد ديريفاتيفز في البدايه ويحولها لالدهايدز سواء كان اروماتيك او الفاتيك. ودي نقطه مهمه جدا باستخدام الهيدروجين بلاديوم باريوم سلفيت، والنقطه ديت برضو امبورتنت عليه حصول الالدهايد من الاسيد هالايد.